السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جينا لكم فيديو جديد، راح نطيبوا الرز بلاصوص. أول خطوة راح نقليو البصل، معاكم تشوفوا نقليوه مليح. برك كي يتبان البصل راح نديرو سكالو قطع صغيرة ونحركوه. برك البهارات اللي راح نستعملوهم، عندنا القرفة وفلفل كحل وزنجبيل وكمون، ونديرو ثاني الكركم والكزبر والفلفل اللي يحب يدير الحار، وزوج ورق قرند، ونديرو ثاني زوج سنين ثوم مع الملح. برك راح نديرو البهارات مع التحريك، ونديرو الطماطم ثاني. برك نديرو لها كاس ماء ونخليوها تطيب. برك راح نغسلو الرز مليح بالماء باش نطيبوه. بعد ما غسلنا الرز نديرو مغرف زبدة ولا مغرف زيت باش نطيبو الرز. برك نديرو الملح ونزيدو شوية زنجبيل. برك نحركوه شويه ومن بعد نديروا له الماء. وبرك نديروا ربع كيسان ماء مع زوج كيسان رز، وكي يبدا يغلي الرز نقصوا النار ونسكروا عليه، نديروا النار بتي ف. برك طابله الصوص تاعنا نديروا لها شويه دبشه، وهاو ثاني الرز ثاني طاب. درك نسقيو ونوريو لكم، تشوفوا معانا. وهاو الرز تاعنا بعد ما سقيناه وشهية طيبة للجميع. ما تنساوش ديروا لنا لايك وتشتركوا في القناة، ونتلاقاو في فيديو آخر.